قرآنهم وأن يفهموا قرآنهم أولا قبل أن يكون قبل أن يقولوا طيب. أن الإسلام هو دين سلام ودين رحمة. طيب أنا سأتي سيتم تدمير كل العالم الإسلامي والعربي وسيتم تدمير العالم إن طبق الإسلام بشكل صحيح، لأن كل مسلم سيصبح كابن لادن. أنا أقول أن المسيحيين مضطهدين بشكل أساسي منذ 14 قرنا ليس طيب. من المسلمين، من إله الإسلام. الاضطهاد يبدأ في القرآن ويبدأ في تصرف نبيل. أنا أكدت وما زلت أؤكد أن مشكلتي ليست مع حركة حماس، ومشكلتي ليست مع المسلمين، مشكلتي مع إله الإسلام ومع نبي الإسلام. الآن القضية التي تتعلق كانت هنالك صدمات متتالية التي دفعتني لأن أفكر مليا في أي اتجاه أريد أن أذهب في حياتي. طيب. وبالطبع تعذيب حركة حماس لأفرادها في داخل السجن وغباؤهم طيب. وكسورهم السياسي دفعني لأن طيب. أتحدث بصوت طيب. عالي. هل تقول بأن يعني رؤيتك للإسلام أو ما تقول بأنه إسلام حماس يعني هو الذي حملك على التعاون مع الإسرائيليين؟ هذا انسى موضوع المسيحية. نعم. من قال لك أن هنالك إسلام حماس وإسلام وإسلام القاعدة؟ لا، أنا لا أقول هذا. أنا أقول أن الإسلام هو الإسلام، والقرآن هو القرآن، والقرآن منفصل في الشخصية، وإله الإسلام منفصل في الشخصية. فكل المسلمين الذين يتبعون إله الإسلام الكل يفسر الإسلام حسب مزاجه، ولكن هذا لا يلغي الشخصية الإسلام الإرهابي القاتل الذي يحض الناس على القتل وعلى طيب. تفجير أنفسهم في القرآن. أين يدعو الإرهاب القرآن؟ نعم، اذهب إلى سورة التوبة الآية 5 والآية 29. المشكلة أن المسلمون لا يفهمون دينهم. أنا أدعو المسلمين أن يقرأوا قرآنهم وأن يفهموا قرآنهم أولا قبل أن يقولوا طيب. أن الإسلام هو دين سلام ودين رحمة. طيب أنا سأتي إله الإسلام شخصية عارف. إله الإسلام تدعو إلى القتل، إلى قتل كل شخص غير مسلم. إله الإسلام يدعو إلى قتل اليوم. دعني أقول لك، ألا توافق على أن الإسلام يعترف بالأديان الأخرى ويعترف ويبجل السيد المسيح وكذلك يعترف باليهودية وما إلى ذلك؟ تعترف أو لا تعترف بهذا الكلام؟ هنالك بعض الآراء الضعيفة لبعض المفكرين الإسلاميين، وهم لا يوجد لديهم سلطة أعلى من سلطة إله الإسلام الذي قال اقتلوا أهل الكتاب في كل مكان لا تجدون. كيف أن تقول أنا؟ هل قال اقتلوا أهل الكتاب؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. المشركين أهل الكتاب ليسوا مشركين، أليس كذلك؟ تريد أن تجادلني؟ دعنا نتجادل الآن. هل محمد يمثل المثل الأعلى للمسلمين أم لا؟ محمد نبي الإسلام. أنت ماذا تعتقد؟ هل قتل محمد يهود خيبر أم لا؟ قل لي لماذا التحريف؟ يجب أن يكون المسلمون صريحين مع أنفسهم ومع العالم. محمد المثل الأعلى للمسلمين، قتل يهود خيبر، وقتل يهود بني قريظة وبني النضير، وقتل نساءهم وسبى، وقتل أطفالهم وسبى نساءهم. يعني هذا هو المثل الأعلى للمسلمين. أنت مشكلتك مع التاريخ وليس مشكلتك مع الحاضر. إذن أنا مشكلتي مع محمد ومع إله الإسلام. طيب. هذا النبي المسلمون ليسوا إرهابيين بالفطرة أو بالطبيعة. هم لديهم أخلاق، هم من أفضل الشعوب حسب رأيي، ولكن إذ إن بقي المسلمون يعطون غطاء للإرهابيين، وإن بقى المسلمون يبجلون ويحترمون هذا الإرهابي طيب. الذي يفجر نفسه ويقتل أطفال ويجب شريك إسرائيل انتهجت نهج عنيف وقتلت أناسا أبرياء وقتلت أناسا بسبب وبدون سبب، ولكن هنالك أخطاء، وكل دولة على وجه الأرض لديها أخطاء. إسرائيل ليست الوحيدة، ولكن الذي يفرق بين إسرائيل وحركة يعني إسرائيل سيد مصعب، يعني عندما ترتكب إسرائيل أخطاء كما تقول، يعني عندما تقتل أبرياء هذا خطأ، ولكن عندما الآخرون يقتلون أبرياء ليس خطأ؟ أقول أن القتل هو خطأ مهما كان هذا الطرف، ولكن طيب. حركة حماس لم يكن لديها مبادئ وقوانين وحدود. إسرائيل هي دولة مرتبطة بالقانون ومرتبطة بالدستور، وحتى لو كان هنالك إنسان عنصري في داخل دولة إسرائيل يحاكم في
اعطيني مثلا لشخصية واحدة في حركة حماس حكمت. من وجهة نظري ان طبق الاسلام بشكل صحيح سيتم تدمير كل العالم الاسلامي والعربي وسيتم تدمير العالم ان طبق الاسلام بشكل صحيح، لان كل مسلم سيصبح كابن لادن. انا اقول ان المسيحيين مضطهدون.